اهم شيء عندي انه زبون ياخذ ينسر منه. احنا بحلي انا ابو محمود زيدان من حي جوبر الدمشقي، صابت بالزبداني بطلقتين قناص بكتفي وبايدي، وعملت عمليه ركبت براغي وصفايح بايدي. اول ما في الصبح ايدي كثير بتكون بتجاني، وشويه معالجات فيزيائيه انا وزوجتي بنتساعد عليها. اول ما اجيت صرت بدي اشتغل دور على مصلحتي، مصلحتي حلويات وكروسان مسمون، كنت بشتغل عند تفاحه بالشام. جيت لهون اشتغلت بمصلحتي الحمد لله، بس ما عاد احسن تكمل فيها من وجع ايدي. بعدين اضطريت اني لاقي لي شي شغله تكون خفيفه وتناسب وضعي، يعني صرت ساوي سحلب وساوي تماري كعك، والحمد لله لقيت اقبال، يعني العالم التماري كعك كثير حبوها. هلا السحلب هو عباره عن حليب بقر، بجيبه بغليه على النار، بضيف له مادة السحلب الطبيعي والسكر والنشا، وبطبخه على نار هادية مشان ما يشوط. جبت الأغراض بابا؟ تفضل. السلام عليكم. بروح بفتح البسطة وسبحان الله، يعني بشغل السحلب كل ما كان الجو بارد كل ما انا بنسر اكثر. سعين بقى كل شوية برد، بس بنبسط اكثر لان بصير في اقبال اكثر على البرد. وقت يكون الجو شوب ما بصير حركة زيادة على السحلب، كل ما صار برد كل ما بصير حركة احلى. واهم شيء عندي انه زبون ياخذ ينسر منه. ايام الله بيجبرهم بنفه برجع على الميتور على البيت. احنا بحلي. تفضل يا اخي شوي شوي. في تعب وفي مشقة، بس الحمد لله يعني وقت ارجع على بيتي وجايب اغراض اهلي ومو ناقصهم شيء بنسى تعبي كله، يعني خصوصا وقت فوت على البيت ولادي يرقدوا علي انه بابا شو جبت لنا معه، طلع لنا اكله طيبه يعني بسكوته او طلع لهم شيء شغله، ايه كثير يعني بنسى تعبي كله، ما بحس حالي اني اشتغلت شيء.